الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذه أولى التراجم التي ساقها رحمه الله تعالى لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه في الباب الذي قبله كما عرفنا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في خاتمته: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، مراده بقوله وشرح هذه الترجمة أي تفصيلا، تفصيلا شرح التوحيد وشرح لا إله إلا الله تفصيلا بهذه الأبواب التي أول باب منها باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. واللبس هو أن تجعل هذه الأشياء إما في اليد في المعصم أو العضد أو العنق، يتخذها لباسا. والحلقة كل شيء استدار أو كان مستديرا من صفر أو أنواع المعادن عموما أو غيرها، والخيط، الخيط يتخذونه من الوتر وغيره لاتقاء العين، يلبسونه في اليد أو في العضد أو قلادة في العنق، بعضهم يلبسه أو يلبسه أطفاله، أو أيضا بعضهم يلبس هذه الأشياء مواشيه ودوابه بزعمه أنها تقي من العين أو تدفع بلاء قبل أن يقع أو ترفع بلاء. وهذه كلها من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبيان فسادها. والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بهذا الباب في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والتفسير هنا بذكر الضد والتحذير منه. عرفنا فيما سبق أن التفسير على طريقتين: إما ببيان المعنى أو بمعرفة الضد المنافي. والضد المنافي إما أن يكون منافيا للأصل، أصل التوحيد، أو منافيا للكمال، كمال التوحيد الواجب. فذكر هنا في هذه الترجمة وأيضا ما بعدها، ذكر أشياء مما هي مضادة للتوحيد، وبعضها شرك أكبر وبعضها شرك أصغر. والضد لا يعرف إلا بضده،
كما قيل وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. من لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، من لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وكذلك العكس. ولهذا التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الشرك، والشرك لا ينفى ويسلم منه إلا بمعرفته، يعرفه أولا حتى يتقيه ويحذر من الوقوع فيه. وبهذا تدرك أهمية هذه الأبواب في التوحيد من الشرك كذا، من الشرك كذا، لأن معرفة هذه حتى يصون الإنسان توحيده، حتى يصون المرء توحيده من هذه الأشياء التي إما أن تكون منافية للأصل أو تكون منافية للكمال الواجب. ولبس الحلقة والخيط ونحوهما هذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، المنافي لكمال التوحيد الواجب. وسيأتي فيما بعد أبواب ذكر فيها أشياء من الشرك الأكبر، فيكون المصنف رحمه الله ترقى في بيان هذه المسائل من الأدنى إلى الأعلى، ترقى من الأدنى إلى الأعلى. وأيضا لبس الحلقة والخيط ونحوهما لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما أن يلبسها المرء ظنا منه أنها سبب في الشفاء، ظنا منه واعتقادا أنها سبب في الشفاء، وهو بهذا اتخذ سببا ما ليس بسبب، ويوجد نوع تعلق بهذا السبب المتخذ، فهو بهذه الصفة شرك أصغر، شرك أصغر. الحالة الثانية أن يعتقد فيه المعلق، أن يعتقد في المعلق أنه يدفع أو ينفع، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. وقوله رحمه الله باب من الشرك، من كما هو معلوم للتبعيض، يعني من الشرك أي من الأمثلة على الشرك أو بعض صور الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه. وكان أهل الجاهلية ربما لبس الكثير منهم أشياء من أجل دفع البلاء ألا يقع، يعني لألا يصاب بعين، لألا يصاب بكذا، يتخذ تعاليق بظنه أنها تقيه، ومنهم من يتخذها لترفع بلاء فيه ومصيبة أو مرض أو عين أو نحو ذلك. فهذا من الشرك، اتخاذ أو لبس شيء من الحروز أو الحلق أو الخيوط أو غيرها من أجل رفع البلاء أو من أجل دفع البلاء. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني، أخبروني، أي الخطاب هنا للمشركين عبدة الأوثان، أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أيها المشركون أخبروني عنها، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إن كان الله كتب علي ضرا أو مصيبة هل هي تملك كشف ذلك الضر أو دفعه، أو أرادني برحمة ونعمة ينزلها علي هل تستطيع هذه أن تمنع
من ذلك. وهذا بيان لبطلان هذا التعلق بتلك الأوثان المتخذة من دون الله عز وجل، ببيان أنها لا تملك دفعا ولا نفعا ولا رفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك شيئا لا لنفسها ولا لغيرها. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله أي يكفيني كافيني، والحسيب الكافي سبحانه وتعالى يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل حسبي الله. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أي أيها النبي حسبي الله، حسبي الله، وهي كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا، لها نفع من جهة طلب الخير، ولها نفع أيضا من جهة دفع الشر والمخوف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فتقال في دفع المخوف دفع المكروه، يقول له حسبي الله أي الله كافيني. وأيضا تقال في طلب النعمة، في مقام طلب النعمة، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هنا في مقام دفع مكروه أو في مقام طلب نعمة؟ نعم طلب نعمة، في مقام طلب نعمة، قل حسبي الله في هذا المقام مقام طلب نعمة. ولهذا فإن حسبي الله تقال في مقام طلب النعمة. بعض المصنفين من أئمة السلف في مقدمة الكتاب يقول حسبي الله، يطلب من الله عز وجل إعانته وكفايته وتسديده. هذه الآية جمعت المعنيين، أن حسبي الله تقال، وهذا أشار إليه ابن تيمية رحمه الله، تقال في مقام طلب النعمة وتقال في مقام دفع المكروه، لأن الله يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قلها في ماذا؟ في طلب دفع الضر وفي طلب جلب الرحمة، في الأمرين قل حسبي الله، قل حسبي الله في طلب دفع الضر وفي مقام طلب دفع في مقام جلب الرحمة أو طلب الرحمة. عليه يتوكل المتوكلون. الآية في أي الشركين، الأكبر ولا الأصغر؟ الآية في أي الشركين، الأكبر أو الأصغر؟ في الشرك الأكبر. الآية في الشرك الأكبر قل أفرأيتم ما تدعون من دون، هذا شرك أكبر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. والباب في ماذا؟ في الشرك الأصغر، إلا إن كان اللبس عن اعتقاد فهو أكبر، لكن إذا كان مجرد اتخاذ سبب للشفاء عن غير اعتقاد فيها أنها تدفع أو تنفع فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا الباب في الشرك الأصغر. والآية في ماذا؟ والآية في الشرك الأكبر، والآية في الشرك الأكبر. يكون المصنف على هذا استدل رحمه الله بآية نازلة في الأكبر، نازلة في
الشرك الأكبر على ماذا؟ استدل بآية نازلة في الشرك الأكبر، استدل بها على الشرك الأصغر، استدل بها على الشرك الأصغر. هذا النهج الذي سلكه هو نهج سلكه الصحابة رضي الله عنهم. سيأتي معنا في هذا الباب استدلال حذيفة رضي الله عنه بآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وسيأتي معنا أيضا في باب فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون استدلال ابن عباس بهذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وهي في الأكبر على صور من الشرك الأصغر، على صور من الشرك الأصغر. وهذا الاستدلال، هذا الاستدلال استدلال صحيح لشمول الآية بعمومها، لشمول الآية بعمومها للنوعين، وأيضا لكونه شركا، لكونه شركا وإن لم يبلغ حد ماذا؟ الأكبر الذي هو ناقل من الملة. ويكفي في صحة صنيع المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة مأثورة عن الصحابة، يستدلون بآيات في الشرك الأكبر يستدلون بها على الشرك الأصغر. وسيأتي معنا في هذا الباب أثر حذيفة، وسيأتي في باب لاحق أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رأى رجلا في يده حلقة من صفر. من هو الرجل؟ أبهم، الرجل أبهم، لم يذكر من هو. وفي رواية عند الحاكم للحديث وغيره قال عمران: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، حلقة من صفر. فالمبهم في هذه الرواية التي ساق المصنف وهي في المسند للإمام أحمد هو عمران نفسه راوي الحديث، كما في الرواية الأخرى المفسرة والمبينة للمبهم في هذه الرواية، قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: ما هذه؟ ما هذه؟ هل هو استفصال؟ هذا احتمال، هل هو استفصال؟ يعني يستفصل من أي شيء أو لأي شيء لبستها، من أجل ماذا لبستها، يستفصل من عن سبب لبسه لها، هذا احتمال. ويحتمل وهو الأظهر والأصح أنه استفهام إنكاري، أنه استفهام إنكاري، ولهذا قد ينكر الشخص شيئا بهذه الصيغة: ما هذا؟ لا يسأل، هو لما يقول ما هذا لا يسأل وإنما ينكر، فتأتي هذه الصيغة يراد بها الإنكار. وهو الصحيح، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ على وجه الإنكار، ليس على وجه الاستفسار. ويدل لذلك أنه جاء في بعض الروايات
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك ما هذه، ويحك ما هذه. قال: من الواهنة، من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد والكتف، قد يشتد على الإنسان، فيقول يعني اتخذت هذه الحلقة من صفر، من الواهنة أي بسبب الواهنة، بسبب الواهنة. ويظنون أنها تسكن الألم، وأهل العلم من مشايخنا الأجلاء يشبهون بها الأساور النحاسية التي الآن توجد، الأساور النحاسية التي يزعم أيضا أنها تخفف الآلام، فهي كلها شيء واحد. هذه حلقة من صفر، وهي أيضا حلقة من نحاس، ومتخذا الغرض نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها. ولهذا مشايخنا مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أكابر أهل العلم ينكرون هذه، ويعدونها من نفس الباب، يعدونها من نفس الباب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام انزعها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام انزعها. النزع هو إخراج الشيء وجذبه بقوة، فهذا فيه حث على المبادرة ونزعها بقوة حتى يتخلص جسمه من هذا الإيش، الشرك، بسرعة يتخلص جسمه، لا يفكها ويحلحلها، بل يشدها شدا سريعا قويا ليتخلص منها. وفي بعض الروايات انبذها عنك، يعني هذا فوق النزع، نزع قطعها بشدة من المكان، وانبذها عنك يعني ألقها عنك بعيدا، اجعلها في جانب بعيدا عنك. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا وضعفا وعلة. وهذا فيه معاملة لهذا اللابس لها من أجل أن تخفف الوهن والألم بنقيض قصده، بنقيض قصده، قصده أن يخف الألم فيعاقب بنقيض قصده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزيدك إلا وهنا. ومن أعظم الوهن التي وأخطره التي تحدثه هذه الأشياء عندما يلبسها، توهن في قلبه التعلق بالله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، مثل ما في الآية التي مرت، توهن في قلبه التعلق بالله، ويصبح عنده نوع تعلق بماذا؟ بهذه الأشياء التي لا تنفع، هذه الأشياء التي لا تنفع. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكل إليها وكل إلى ماذا؟ إلى ضعف ووهن. قال لا تزيدك إلا وهنا، هذه معاملة له بنقيض القصد، قصد من لبسها أن تسكن الألم وأن يشفى من المرض، فيعامل بنقيض قصده. قال لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا ومرضا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. الفلاح، هذه الكلمة قد أفلح المؤمنون، الفلاح هذه كما قيل في وصفها أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير، خير الدنيا والآخرة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لأن هذا العمل شرك،
وإن كان لابسها لابسها عن اعتقاد فيها أنها تدفع وتنفع وتقي وتشفي فهذا شرك أكبر، ولابسها لا يفلح أبدا، لابسها لا يفلح أبدا أي أبد الآباد إن مات على ذلك. لكن من كان يلبسها ظنا أنها سبب لا عن اعتقاد فيها فإن عمله هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، لا ينافي أصل التوحيد بل ينافي كماله الواجب. الشرك الأصغر يجامع التوحيد، يكون مع التوحيد، يكون موحدا وعنده شرك أصغر. لكن الشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله، ينافي التوحيد من أصله. نعم. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم قال: وله أي لأحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة تعم، هذا اللفظ يعم كل الأشياء التي تعلق من صدف أو خرز أو حروز يكتب فيها أو جلد أو شعر أو غير ذلك، كل هذه الأشياء التي تعلق يسمونها تميمة. سموها تميمة من أجل ماذا؟ من أجل ظنهم أنها بها تمام الأمر والمقصد والمطلوب من شفاء أو وقاية من عين أو كذا، هذه بظنهم أنها تتمم لهم مطلوبهم ذلك، يسمونها تميمة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا مثل ما سبق، معاملة بنقيض القصد، لبسها للتمام ليحصل بها التمام من شفاء أو عافية أو وقاية أو غير ذلك، فعوقب بنقيض قصده. قال: فلا أتم الله له. ما معنى فلا أتم الله له؟ أو ما المراد بلا فلا أتم الله؟ هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يلبس التميمة، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتم الله له. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ألا يتم الله له، فهذا يدل على أن لبسها من المحرمات، ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يلبس شيء مباحا، دليل على أن من المحرمات، ولهذا دعا عليه بهذه الدعوة فلا أتم الله له. فهذا فيه أن هذه لبسها من المحرمات. والحديث الذي بعده: من تعلق تميمة فقد أشرك، نص في أن التمائم من المحرمات الشركية، أن التمائم من المحرمات الشركية. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودعة شيء يجلبونه من البحر، يقال إنه الصدف،
وأيضا يعلقونه مثل التمائم، يعلقونه يزعمون أنه يقيهم من العين، أنه يقيهم من العين. وهم سموها ودعة مثل ما سموا التميمة ماذا؟ تميمة، من التميمة من يلمحون فيها معنى التمام، وهنا يسمونها ودعة يتلمحون فيها الدعة والسكون والراحة، أن يحصل بلبسها راحة وسكون ودعة، فيسمونها ودعة أي تحدث للابسها راحة، تحدث للابسها راحة، هكذا يظنون فيها، ولهذا يسمونها ودعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا أيضا دعاء علي بنقيض قصده، أي لا ترك له ما يحب، أو لا جعله في دعة وسكون، لا جعله في دعة وسكون. وهذا أيضا يدل على أن هذا الأمر الذي قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على فاعله بنقيض قصده من المحرمات العظيمة ومن الآثام الخطيرة. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم. قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه وفي رواية أحسن الله عليك وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث حديث عقبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، في قصة في الحديث، وهي أن رهط جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمبايعته، وعددهم 9، فبايعهم أجمعين، مدوا يدهم له للمبايعة فبايعهم أجمعين. واحد منهم مد يده للمبايعة فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من مد اليد له، أمسك عن واحد. قالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن واحد، أمسكت عن هذا. قال: إن عليه تميمة. قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا إنما كان شركا من جهة ما يكون في القلب من تعلق، من تعلق، من يعلقون هذه الحروز وهذه التمائم يصبح في قلبه تعلق، حتى إن بعضه من شدة تعلق قلبه به لما يأتي شخص ويبين له ويقرأ له الأحاديث ويحذره ويقول: دعنا نقطعها، يرتعش ويحصل له خوف، وربما يظن أنه لو نزعت منه يموت، قلبه متعلق بها ليس بالله سبحانه وتعالى. وهذا الآن الذي يبين لك كيف الشيخ يأتي بهذه الآية القوية: قل حسبي الله، هؤلاء ما عندهم إلا التعلق بها. والدليل أن مثل ما أشرت لكم، وهذا رأيناه عندما تقنعه بالأدلة وتشرح له الأحاديث وتبين له التوحيد وتقول: دعنا أنزعها، يرتعد ويخاف ويظن الظنون أنه ستصيبه شدة ويصيبه لأوى، ربما يصيبه جنون أو موت أو إلى غير ذلك من شدة التعلق بهذه القطعة التي علقها على نفسه وتعلق قلبه بها. هذا شرك، فهذا شرك. فإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الجهات. نعم.
قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم ختم بهذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان، أيضا صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وعن والده وعن الصحابة أجمعين، وهو أيضا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى رضي الله عنه رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى، يزعمون أن من يعلق ذلك الخيط لا تصيبه الحمى، لا تصيبه الحمى، ولهذا من يظن في الخيط هذا الظن يحصل لقلبه تعلق بهذا الخيط، حتى إنه يخاف لو نزع هذا الخيط لحظة واحدة أن تصيبه الحمى أو يصيب غيره من الأمراض من ما في قلبه من تعلق بهذه الخيوط. ورأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، مثل ما قال ابن عباس وغيره في معناها: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما، إلا وهم مشركون، أي به في العبادة. إلا وهم به مشركون، أي مشركون به في العبادة، يؤمنون بأنه الرب الخالق. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يؤمنون به ربا، لكن بالعبادة يشركون معه غيره ويتخذون معه الأنداد والشركاء. قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وحذيفة رضي الله عنه استدل بها على شيء من الشرك الأصغر، استدل بها على شيء من الشرك الأصغر، وسيأتي مثل ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يوضح لنا وجه استدلال أو صحة استدلال المصنف رحمه الله بآية نازلة في الأكبر على الأصغر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، لمثل ذلك يعني لدفع البلاء أو رفعه، وهذا مستفاد من إنكار الذي مر معنا في حديث عمران، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل بقوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وقوله: إن فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففيه التغليظ في لبس الحلقة ونحوها. نعم. قال رحمه الله: الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثاني: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. قال: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. في من ذلك الأثر المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الآن الجملة الأولى والثانية كل منهما فيها حسن وسيء، كل منهما في حسن وسيء. ننظر الآن في الحسن. الجملة الأولى: لأن أحلف بالله كاذبا. الحسنة هنا ما هي؟ التوحيد، حلف بالله. خير أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحسنة ما هي هنا؟ الصدق. حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق.
انظر أيضا السيئتين. في الجملة الأولى لا لأن أحلف بالله كاذبا، السيئة هنا الكذب. الجملة الثانية قال أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، السيئة هنا ما هي؟ الشرك. سيئة الشرك أقبح من سيئة وأعظم من سيئة الكذب، فالحسنة هنا أعظم والسيئة أيضا أخف في القسم الأول. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، هذا فقه الصحابة وإدراكهم لخطورة الشرك الأكبر وكذلك الأصغر، والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، والحلف بغير الله من الشرك الأصغر. فإذا هذا يقول فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لم يعذر بالجهالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما مر معنا ما استفصل منه، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ثم قال وإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، لابسها يظن أنها تنفعه وأنها تخفف الآلام أو تدفع أو نحو ذلك، فبين أنها لا تنفع في العاجلة. ما هي العاجلة؟ الدنيا، ما تفيده في الدنيا أي فائدة، لا تزيده في الدنيا إلا وهنا، وفي الآخرة عقوبة، الآخرة عقوبة والدنيا ما فيها منفعة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، هذا تقدم أيضا في حديث عمران، الإنكار بالتغليظ. نعم. قال رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق في شيئا، في بعض الألفاظ قال ويحك مثل ما مر معنا، قال ويحك ما هذا. نعم. قال رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه. في حديث عمران ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تزيدك إلا وهنا، إذن هو وكل إليها، إذن هو وكل إليها، فلم يحصل منها لما وكل إليها إلا أن زادته وهنا. نعم. قال رحمه الله: السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، هذا تقدم في الحديث، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو قد أشرك من جهة ما حصل لقلبه من تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم، من ذلك أي من الشرك، من ذلك أي من الشرك، لأن حذيفة قطع ذاك المعلق وتلا الآية: وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله: التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. آية البقرة قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وستأتي في باب بعنوان باب فلا تجعلوا لله أندادا، وسيأتي استدلال ابن عباس رضي الله عنهما في تلك الترجمة على بهذه الآية على أشياء من الشرك الأصغر، على أشياء من الشرك الأصغر. وهنا حذيفة، فهذا يدل على صحة استدلال المصنف الذي صدر به الترجمة، فهو فيه على جادة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. أن تعليق الودع عن العين من ذلك أي من الشرك، تعليق الودع من ذلك أي من الشرك. وقد مر الحديث: من تعلق ودعة فلا ودع الله له.
قال رحمه الله: الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. الدعاء على من تعلق تميمة، الدعاء على من تعلق تميمة ومن تعلق ودعة. الدعاء المقصود به دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعا على من تعلق تميمة ودعا على من تعلق ودعة. من تعلق تميمة ألا يتم الله له معاملة له بنقيض قصده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له معاملة له بنقيض قصده. فهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا على معلقي التمائم ألا يتم الله لهم، ومعلقي غيرها من أشياء ألا يحقق لهم مرادهم، بل أن يعاملوا بنقيض مقصودهم. هذا يدل على أن هذا العمل من المحرمات العظيمة، بل هو من المحرمات الشركية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.